السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جاي اعمل معكم فيديو يعني سهل قوي وبسيط يعني ومش مكلف خالص، يعني هنعمله من قلب بيتنا، يعني الحاجة اللي هنستعملها فيه من قلب بيتنا. انا بسمع اصوات من الباب، يعني انا ببقى مثلا عايزة ارتاح شوية، اسمع البيبان بتاعتي بتزيق بصوت عالي قوي، التزييق بتاع الباب دوت بيخليني اقلق بسرعة واصحى من النوم، وبرضك جيراني نفس الحكايه، برضك لقيت الصوت عالي قوي عندهم في البيبان بتاعتهم. الصوت بتاع تزييق البيبان دوت مزعج جدا، فانا هوريكم حاجه كويسه جدا وسهله وموجوده عندنا في البيت من غير ما اكلف نفسي واشتريها من بره ولا اي حاجه. هجيب ازازه الزيت اللي هو زيت الاكل، اي نوع طبعا، زيت او زيت مركون مفيش مشكله هجيبه. هجيب قطاره فاضيه مركونه عندنا، تمام، اهي شكلها اهو، وهنملاها زيت، تمام، بزيت الاكل، قلنا زيت المركون او زيت الجديد اللي عندكم اي حاجه. وهجيب قمع صغير كده واملى بيها، اهو بصوا حبه زيت صغيرين كده، واقوم ايه حاطه الغطا عليها. وبعد كده هنروح عند البيبان ونقوم مزيتينها بيها. هنيجي عند الباب بقى اللي بيزيق، تمام، اهو سامعين التزييقه بتاعته اهي. هاجي بقى اقوم جاي عند الجزء ده واقوم من القطعة دي من غير ما ارفع الباب ولا اي حاجه. في ناس بتقوم رافعه الجزء ده والجزء ده يبقى بعيد عن بعض، ممكن الباب يخرج منك فبالتالي الباب يطلع ما تعرفيش تركبيه تاني وتبقى ده يعني حاجه صعبه عليكي. فهنقوم جايين كده عند الثلاث وحدات بقى اللي هم بتوع المفصلات، ونقوم حاطين الزيت ده بالطريقه دي، تمام، ونمسك الباب نفضل نفتح ونقفل فيه، تمام. انا كده حطيت في الجزء ده، ما بص هو خفي شويه اهو. دلوقتي هنطلع عند التالتة التانيه اهو بالشكل ده، ونفتح برضو في الباب، نفضل رايح جاي كده واحنا منقطين فيه. طبعا هنيجي عند التالتة اللي هي بتاعت الباب برضو اهي اهي، ونفضل برضو ايه نفتح ونقفل في الباب. جيت بقى عندي باب الحمام عشان برضو بيزيق، عندي باب الشقة وباب الحمام بيزيقوا، فهحط لهم برضك زيت بنفس الطريقة اللي قلت لكم عليها. تملوا كده المفصلة، الثلاث مفصلات تعملوهم بنفس الطريقة من بره ومن جوه، تمام، يعني كده من ورا باب الحمام. بره باب الحمام بنعمله برضك بنفس الطريقة كده، نحط الزيت بالطريقة دي. هحط برضو في الثلاثة وايه هوريكم الباب وهو بيتفتح وبيتقفل. وعند باب الحمام برضك من بره كده برضك هقوم ايه زيتها برضو بنفس الطريقه، التلات برضك مفصلات بنفس الطريقه اللي وريتها لكم دي. كده الباب هفتحه قدامكم واقفله اهو، بصوا مفيش اي صوت، بصوا بقى عامل ازاي باب برضو الشقه بقى يفتح ويقفل كده مفيش اي صوت. هي طريقه مش مكلفه وجربوها، وياريت لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.